فصل جديد من مجموعة أوديسي من شركة أمواج العمانية باسم إسكيب. جزيرة مصيرة العمانية رسمت أربع لوحات مختلفة كلياتها قائمة على ريحة اللبان الملكي اللي هو إرث وكنز لعمان. استلهموا اسم إسكيب من الهروب لتحقيق الأحلام باستكشاف هاي الجزيرة بداية من نسب وصولا للغرض أو المطلب. فهون بنبدأ بلينيج أو النسب اللي استلهموا من ريحة المرة مع ريحة اللبان بالإضافة لرذاذ البحر المالح وريحة الزنجبيل، فبلاقي العطر عطر معدني سبايسي مختلف تماما عن المتعودين عليه بريحة جميلة ناعمة وهادية مناسبة تقريبا لكل الأوقات والمناسبات. أما العطر الثاني بيساعدني أبلش رحلة البحث تبعتي بريحة الحمضيات والأخشاب على قاعدة اللبان الجميلة، عطر منعش لأبعد درجة ورح يكون من أفضل عطور الحمضيات اللي رح تجربه. وبالإرشاد والتوجيه استلهم عطر جايدنس بالريحة العنبرية مع ريحة اللبان والريحة الملكي نوعا ما مع ريحة الورد البوزي والكحولي، فخم مناسب لأجمل المناسبات بأداء ممتاز. بالنهاية بنوصل للبيربس أو للغرض تبعنا، وهذا العطر رح أحكي عنه اليوم من أمواج. العطر قائم بشكل كامل على ريحة اللبان مع خشب الصندل بالإضافة لريحة السبايسي، فهو عطر خشبي سبايسي بالإضافة لريحة باودري وكريمي بشكل واضح. عطر جميل وفخم مناسب لكل الأوقات والمناسبات، مناسب أكثر شوي للأجواء الباردة ولكن بثباته فوحان ممتاز. عجبكم الفيديو بليز اعملوا لي لايك واتركوا لي أكثر عطر عجبكم من الشرح تحت بالكومنتس، راح أترك لكم لينك بالبايو بيوديكم على صفحة أمواج لمعلومات أكثر عن هاي العطور.